شريكين. الاول كيقول لك از ستودنت في الليسونس برو خاص ستاج فان دي تو، شنو خاص، شنو احسن براكتيس باش تقلب على ستاج، الا كاين دي ريسورس ولا دي جود براكتيس ولا غير راندوم سكاونتير مع السي في مزيانه. اوكي دونك هو تيقلب على ستاج ديال ليسونس برو، شنو هما لي زاستيو، شنو هما البلايص فين يمشي، شنو يدير، وشنو هما الحوايج اللي يقدر يدير في السي في اللي يكونوا مزيانين. اوكي انا نقدر ليستي ثلاثه الحوايج بعدا اللي كنشوفهم مهمين. اول حاجه المدرسه ديالكم عندهم دي كونتاكت، الناس دوزوا لي ستاج تيكون عندهم كونتاكت مع لي سوسيتي، شوف مع لي بروف ديالك واش عندهم دي كونتاكت ياك. وجو كوا باش نزيد نفصل في هذه القضيه حيت مهمه بزاف، خصك حاول غير تشوف لينكدين الناس اللي قراو في نفس المدرسه، راه بلا وعي او بلا وعي تيكون عندهم الحنين لهذيك القضيه ديال لان شي واحد قراو نفس البلاصه، حاول تكونتاكتيه، السلام السلام بغيت كذا. الحاجه اللي لهاد القضيه هذه وخطا ما ديروش هو ما تجيب هاد لي كونتاكت، ما تصيفش ليهم ميل كاملين تبرباديهم كاملين في هذيك تو. اوكي حاول تكون تصيفط دي زيميل اللي كاستم لكل واحد، تصيفط 10 احسن ما تصيفط 1000 وكل شيء كيشوف راسه راه هو مع 1000 ديال الناس. اول حاجه البرايفسي ديالهم مشيتي تشيريتي الكونتاكت ديالهم، انا كيصيفطو كيجوني دي سي في بحال هكا فيهم انا ومعايا ما عرفتش شحال من مناجر في المغرب كامل كنولي عارف الناس واخا ما بغاش نعرفهم ياك. هذا الخطا ما ديروش، ولا ديرهم كاملين بي سي سي، راه كتبان درتيهم بي سي سي ومصيفط لهم جيني غير ما انت ما عندك حتى انتغي بهذيك الكامباني. حاول تبين راسك شويه عندك واحد الانتغي، ولا لقيتي كيفاش ترجعوا كاستم لها سبيسيفيك لهذيك الكامباني احسن. وتقدر دير 10 ويعطيوك يجيوك جوج ولا ثلاثه الناس يعيطوا لك، ودير 1000 كما قلت كاملين جينيريك وما عيط لك فيهم حتى واحد يقول لك راه غيكون عيط لي شي واحد من الاخرين. فاهمين؟ هذا الثاني. الثالثه هي لينكدين كما قال يوسف. لينكدين دابا الناس بزاف لي كومباني ولا كيحطوا لي زافخ ديالهم في لينكدين، كيقول لك راه محتاج الناس لي انترنز. قاد السي في غالبا ما كنشوفوش، انا ما نكذبش انا عمري مشيت شفت البروفيل ديال شي واحد صيفط لي من لينكدين، باقي كنعتمد على السي في على الميل اللي صيفطو صافي. مي كنبوستيو حنايا الانترنشيبس، دابا حنا عندنا دي اوبن انترنشيبس كاين في لينكدين، اللي بغى انترنشيب راه قدر يصيفط لهم. كاين دي بروسيس سامبل حاولنا نبسطوهم شويه مع لي ستاجير ماشي بحال فول تايم امبلويز. مي بون لينكدين دابا راه ولا غوستوغس مزيانه الناس اللي كيخدموا الستاج ديالهم. وحاول تكون عارف اش كدير، زعما كاين تكون تميتريزي شي حاجه ياك، وتحاول تماتش لهذوك لي بوزوان اللي كاينين في هذوك لي بوست. هذيك اللعيبه ديال تحط 1000 حاجه شتيها التيتخ ديالها كيما قال يوسف، باقي عاقل على التيتخ ديالها من دراسه وتقول راه تنديرها و جوي اكسبير فيها، راه ما خداماش. اوكي غتضيع الوقت ديالك وتضيع الوقت ديال الناس اللي غيديروا لك انترفيو. المهم هادشي اللي او جو بونس كان واحد الحاجه كان دارها شكون يا ربي هو هذاك سير كمل كان دار واحد جمع بحال الكوليكسيون ديال كاع لي انترنز اوفرين اللي كاين في المغرب. هذاك بي اف ضيع 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 كان دارها ضيع جو بونس. قدر يكون عنده دي غوسورس وحدين اخرين اللي ما قلتهمش انايا، تقدر تقلب على البوست ديالو واقيلا كاين عنده في لينكدين، ولا كان شي واحد فيكم عنده اكسيلي ولا شي حاجه ماجي بس كان ستاجير قائم ستاجير بو ام ا كيعاود بزاف الناس عندهم اكسبيريونس زوينه معاه، صراحه ما عمرني تيستيتو ولكن تيقولوا بانه مزيان وخصوصا في لي ستاجير. اول حاجه عارف كيف لي ستاج كيف مثلا كيف تقدر معينه من صحته، حاول تسيب لي الا كانت عندك هذا السما بغيتي شي حاجه وين ما كنتي بغيتي حتى حاجه تفعل كل شيء. ثاني حاجه هي حاول تكون عندك فيزيبيليتي، يعني تكون عندك شي سي في مقاد، تكون عندك شي بورتفوليو الا كاين سينو شي حاجه في جيت هاب، الا عندك شي بروجي في الدراسه حطو في جيت هاب داكشي. وآخر حاجة نقول هي الكوميونتي، يعني كاينين ديال السيات كتعرف كاينين دوطخ غروب ديال الكوميونتي، حاول ماشي تجي تبارطاجي البوست ديالك، مي إلا كنتي كتشوف ناس تماك تجي كونتاكتيهم ديريكتومون، أولا إلا حصلتي بارطاجي ديك الساعة اللي كتقول لها ستاج. ولكن قول قول أش كدير وأش كتعرف كدير إكزاكتومون، ما تجيش تقول كتقلب على ستاج صافي، ولكن حدد اش بغيتي. اللي عندنا في الجروب كاين بزاف الناس اللي يقلبوا على دي ستاجير في الكوميونيتي،
ومي غيشوف البروفيل ديالك يقدر انه يكون انتريس. كاين شي اضافه الشباب ولا صافي؟ جو راه جاوبنا السي جواد. جو نصيحه الاخرى اللي نقدر نقول لها انا هو اللي قلناها المره اللي فاتت، خصك تكون سي بي سو جود دي كات اغنور يو كيما قلنا في المره اللي فاتت، يعني حاول ان شي حاجه تكون كاتميتري ديالها مزيان، وحاول تبدا تسوق راسك، يعني مثلا كتقاد شي حاجه اللي هي مزيانه في رياكت ولا شي حاجه ديبلويا حطها في لينكدين كومسا، ولو لقيت انت فاش تحتاج كسوا ستاج كسوا خدمه براسها دابا يلاه ستاج تروازيام، يعني حاول تبدا هاد الهابيت هادي تكون مزيانه انك تبدا ديفلوبي شي حوايج تقاد شي حوايج وتحطهم في لينكدين باش كومسا فاش تحتاج الخدمه كتلقى الناس هما كيقلبوا عليك بدل انت ما تقلب عليهم. المهم